يقول: ما حكم الدين في من يتزوج بامرأة زواجا شرعي وفي نيته أنه سيطلقها بعد مدة من الزمن دون أن تعرف هي ذلك لأمور تستوجب عليه ذلك بدلا من أن يسلك طريقا آخر غير مشروع؟ هذا غير صحيح. الزواج بنية الطلاق هذا زواج غير صحيح، لأن المقصود من الزواج هو الإمساك والعشرة والإنجاب وقيام الرجل على المرأة والإنفاق عليها وإغناءها عن إعفافها عن الفقر والحاجة إلى الناس وإعفافها في فرجها. فالزواج له مصالح كثيرة، كونه ما يأخذ إلا مصلحة واحدة وهي قضاء الشهوة فقط، هذا لا ليس بزواج شرعي، وإن قال بجوازه من قال، غير صحيح. وأيضا الآثار التي ظهرت من هذا الزواج آثار سيئة، فبعض الناس يذهب إلى الخارج ويتزوج كل ليلة وحده ويطلقها في الصباح ويروح للثاني ويتزوجها ولا يسأل عن الأولاد ولا يسأل عن شيء، هذا يعني بهيمة، هذا قصده بس قضى شهوته ولا يبالي بأحكام الزواج والذرية وغير ذلك، هذا أمر لا يجوز. نعم.